قبل ما تفصل استاذ يحيى نسمع يعني شعر يعني نستريح مع قراءة شعرية ونرجع نفصل الكلام لأن الحديث يطول حول الموضوع. نعم تفضل. كرنفال الأخضر، مساء الخير، مساء ينثر أغنيتي على شارع يبدو حميم. كان المساء أخضرا والوردة البنبية تشهق معلنة نداوتها. آهي لو بإمكاني أن أقطف وردة من تلك الورود السابحة في الأخضر، أقطفها وعلقها على شغفي بمقدار من اللهفة، أقطفها لا عن غصنها ولكن عن ذلك الثوب. كان الثوب أخضر، المساء أخضر، الأوراق خضراء، الليل أخضر، الشارع أخضر، ذلك الشارع الذي بعثرنا عليه الأغاني. أخضرا كان الشارع ذاك الذي بعثرتنا عليه الأغاني وحرضتنا على قبلة تتباهى بها الظلال. لذلك تزوقت بحة في الخبايا كي أقول تصبحين على خير، وكنت أعرف أن الخير لابد وأن يكون أخضر. جميل.